هلا انا ادم اشتغل مترجم يا فريق يلا. هواي ناس يسالوني انا شلون تعلمت اللغه الانجليزيه، مدرسه، دوره، معهد. بصراحه انا ما صرفت ولا فلس حتى تعلمت اللغه الانجليزيه، كل اللي سويته هو اتباع هاي الخطوات اللي هسه راح اشرح لكم اياها. طبعا الاستماع هي افضل طريقه لتعلم اي لغه، والاطفال يتعلمون بهاي الطريقه بالمناسبه. افضل طريقه لتعلم اللغه عن طريق الاستماع هي الافلام والمسلسلات. كل اللي عليك انه تخصص ساعتين يوميا تتفرج بيها فيلم ويا ترجمه. تفرج الفيلم بصوت عالي حتى تسمع الكلمات وقرأ الترجمة وياه، وبعد فترة راح تلاحظ انه انت بديت تفتهم معظم الكلمات، يعني هم ونسى وهم تتعلم. لا تمر عليك كلمة بدون ما تتعلم. مثلا انت بالسيارة وشفت لافتة، طلع موبايلك واستخدم اي تطبيق ترجمة حتى تعرف معنى الكلمة. بهاي الطريقة راح تتعلم لك 10 كلمات يوميا على الاقل. امسح كل الاغاني الموجودة بموبايلك وبدلها باغاني انجليزية تعجبك. كل ما تسمع اغنية طلع كلماتها من الانترنت ويا الترجمة. بهاي الطريقة انت راح تحفظ كل الكلمات الموجودة بالاغنية وبلهجتها الصحيحة. شوف لك صديق على مواقع التواصل يحكي انجليزي واحكي وياه بالشات. هاي كلش خوش طريقة لانه راح تقدر تاخذ وقتك حتى تكتب رسالة، فينطبع كل شيء بدماغك وماكو احراج لانه ما تعرف اللغة. هاي الطريقة كلش فادتني. ورا فترة ابدي احكي ويا روحك بالانجليزي، فكر بالانجليزي، شوف لاي مدى تقدر مثلا تسأل نفسك باللغة الانجليزية وتجاوب على اسئلتك. اذا سويت هذني الخطوات بعد فترة قصيرة راح تتحول من هذا الى هذا.